يمكنكم أن تصنعوا حافلة من الكرتون بسهولة. أولاً تثقبون علبة الكرتون مكان العجلات، ثم تدخلون عوداً خشبياً في الأمام والخلف. بعد ذلك نقص دوائر كبيرة من الكرتون للعجلات ونثقبها في الوسط. نمسك العجلات في الأعواد الخشبية باستخدام الصليط اللاصق. وأخيرا نثقب علبة من الأمام وندخل في الثقب خيط أحذية ونربطه من الداخل. الآن أصبحت الحافلة جاهزة. يمكنكم أيضا أن تطلبوا مساعدة شخص كبير أن يقص فتحات للنوافذ. صنعت حافلة من الكرتون. ستأخذ الحافلة مع الأطفال إلى المدرسة.